النهاردة هنفتح باب مهم جداً في كل بيت، في كل أسرة، في كل مكان، باب السوشيال ميديا، العلاقات الاجتماعية، تأثر هي البنت، الست الكبيرة، الست العاملة، المرأة الغير عاملة، إزاي تأثرت بالسوشيال ميديا بشكل إيجابي، بشكل سلبي، أثرت على العلاقات الاجتماعية، أثرت على حياتها الأسرية، أثرت على الثقافة، أثرت على مستوى العمل والعلم، إيجابي وسلبي. الست تعلمت حاجات من السوشيال ميديا، أضافت لثقافتها، أخدت منها وقت، أخدت منها اهتمامها بأسرتها. هنعرف كل ده معانا ومعاكو الدكتورة عزة زيان، استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية. منوراني في الاستوديو، أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. عاملة إيه؟ الأول أنا مبسوطة جدا أن أنا معاكو هنا، لأنه قد إيه برنامج رائع جدا ومفيد. مرسي مرسي، رائع بوجودك. وإحنا هنا بنهتم بكل مشكلات هي، وعايزين نتكلم على الحاجة اللي بقت حديثة متواجدة في العصر 21، التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا، إنستجرام، فيسبوك، واتساب، يوتيوب، تيك توك، الوسائل دي إزاي أثرت على المرأة في العصر الحديث؟ أثرت على حياتها، على شخصيتها، على اهتمامها ببيتها أكتر، اتعلمت منها حاجات، شافت منها من خلالها الدنيا بشكل أوسع، ولا أخدت من وقتها، أخدت من اهتمامها ببيتها وأسرتها، عقدت مقارنات، بعدت بينها وبين جوزها، أردتها ثقافة. في استشاريين، في دكاترة السوشيال ميديا، في معلمين السوشيال ميديا، في مثلا توجيه أسري بتوع السوشيال ميديا، في حاجات إيجابية وفي محتوى سيء، محتوى سلبي. عايزة أعرف منك السوشيال ميديا من خلال تجربتك في الاستشارات الأسرية وخبرتك الطويلة، إيه النماذج؟ هنبتدي بالسلبي الأول. إيه النماذج السلبية اللي ممكن من وجهة نظرك كمتخصصة أثرت سلبا على البنت أو المرأة في حياتها؟ طيب بصي، هو سؤال رائع جدا جدا، ومهما اتكلمنا في تأثير السوشيال ميديا بشكل عام، بقى كان فيسبوك، كان انستجرام، او اي وسيله من وسائل السوشيال ميديا، بس في الاول تعالي نتفق انه لا غنى عن السوشيال ميديا. خلاص، بقت حاجه اساسيه في حياتنا. بالزبط. احنا بنفتح، نصحى الصبح نفتح الفيسبوك، نفتح الواتساب نشوف الرسائل، نفتح نشوف الانستجرام ايه الاخبار، ايه اللي حصل جديد، يعني التلفزيون ده بقى راحت عليه. تيجي نقول الاول ليه بنعمل ده؟ ليه؟ طيب خلينا نقول ان كلنا كبني ادمين وبشر عندنا احتياجات اساسيه ملحه يجب ان تلبى، منها الحاجه للاعجاب. احنا دايما عايزين الاخر ده يعجب بينا، الحاجه الى الاهتمام. فلما ما الاقيش الاهتمام والاعجاب من المحيطين او اقرب المقربين، ابتدي دون ان ادري ابحث عن هذا الاعجاب او هذا الاهتمام او هذا الانبهار، اوقات بيكون كده، من الاخرين. من مين؟ من السوشيال ميديا. كتير مننا بينزل البوست، وطبعا كلنا بنعمل كده او معظمنا ننزل البوست كل ثانيه لا ثانيه نشوف عمل كام لايك وكام كومنت. ليه بنعمل ده؟ ليه بنعمل الحركه دي؟ عايزين نشوف هل لقى البوست اللي انا حطيته ده لقى استحسان ولا لا، لقى اعجاب ولا لا. وابتدي اقرا الكومنتات اللي فيها اعجاب واطراء. على فكره انا قلتها، وبالمناسبه ممكن اكون فكره انا خدتها اوريدي من جوجل او من اي حد تاني او عن طريق حد تاني في السوشيال ميديا. وبقت بدون مقاطعه حضرتك وسيله للتعارف. انا عشان اعرف الدكتور عزه زيان بقى النهارده بين الناس، اديني العنوان الفيسبوك بتاعك، اديني عنوان الانستجرام بتاعك للتواصل المستمر. لا، ده اي دي للتعارف. صحيح. اول ما افتح البوابه بتاعتك اعرف انت مين وافكاري، شكلك، صورك اللي بتكتبيه، الاماكن اللي بتروحيها، اصدقائك. بقت الناس بتعترف ببعضها من خلال بواباتها. بالظبط. فنتفق الاول كده انه لا غنى عن السوشيال ميديا. احنا مش بنناقش هنفتح السوشيال ميديا ونعتمد عليها او نديها تركيز واهتمام او لا. لا، السوشيال ميديا خلاص بقت لصيقه بينا جدا جدا. خلينا نقول مع اننا يعني احنا اشخاص متفائلين، فكنت حابه ابتدي بالايجابيات بس نبتدي بالسلبيات. هنبتدي بالسلبيات. طيب. شفتي حالات انفصال اجتماعي، انفصال اسري، يعني حياتهم بعدت عن بعض بسبب السوشيال ميديا؟ اتاثر شغلها؟ اتاثر دراستها؟ خلينا نبتدي العلاقات الاجتماعيه، او خلينا نقول العلاقات الاسريه. تمام. مش كل اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا، يعني مش كل زوجين شايفينهم مبسوطين على السوشيال ميديا شيروا فيديو ليهم او شيروا بوست هما الاثنين مجتمعين في رحله ولا في فسحه، مش هي دي حياتهم. الاثنين دول قد يصدروا عكس الحقيقه. اللي بيحصل ايه؟ انه احنا بنتاثر. يعني في سيده اخرى
تقول لجوزها ايه، خلينا نقول لسان حال الباقي، تشوف النموذج ده على السوشيال ميديا، تروح يعني قايله لجوزها انت ما بتفسحنيش زيها، او انت رافض ليه ان احنا نحط صورنا على الفيسبوك مثلا. كويس، في حين ان هو عنده ممكن يكون عنده اسبابه فبتحصل مشكله. فمش كل اللي بيتصدر لنا على الفيسبوك او على الانستجرام او وسيله التواصل الاجتماعي ايا كانت، صحيح هي دي الحقيقه، لا او هي دي صوره انا بقدمها فعلا. اقدم نفسي بشكل جميل قدام الالاف والملايين بالظبط، وغالبا بيكون معاكس للحقيقه. صحيح، ليه؟ علشان احصل على شيء انا اوريدي مش حاصل عليه. وبالمناسبه النشطاء بالزياده، في نشطاء بالزياده على الفيسبوك وعلى الانستجرام، احنا هنتكلم عن الادمان. نسأل نفسنا سؤال، هل هم لو هم عندهم ما يشغلهم في الواقع وفي الحقيقة، هل هم لو هم عايشين نفس الحياة الجميلة الرائعة اللي بيشوفوها على الآخر بيشوفها على الفيسبوك، هيبقى عندهم الوقت ان هم يقضوا الحياة دي على الفيسبوك؟ يعني بقصد لو في الواقع حياة تشغلهم وحياة جميلة وحياة لذيذة وحياة جميلة ورائعة، هل هيبقى عندهم إتاحة الفرصة والوقت ده؟ لا حضرتك، إن هما يكونوا موجودين على فيسبوك؟ أنا شخصيا لما بقى في يوم مشغولة فيه بمهام كتير قوي، أكتر من حاجة بعملها جوه البيت وبره البيت، ما بيبقاش عندي وقت كافي إن أنا أفتح الفيسبوك كذا مرة. ممكن مرة قبل بالليل قبل ما أنام. ده حضرتك عندك حق إن لو أنا مشغولة تواصلي ونشاطي للتواصل الاجتماعي بيقل، ولو انا كمان باحظى من اهتمام الشريك واهتمام الولاد واهتمام المحيطين، يعني او خلينا نقول اقرب المقربين، مش هطلب ده طول الوقت من الاخرين اللي انا ما اعرفهمش. تمام، بس بيحصل يا دكتور حالات بنشوف امراه عامله، امراه فتاه طالبه جامعيه او طالبه في مدرسه، بيبقوا عندهم مهام بس بيهملوا شغلهم ودراستهم انها ماسكه الموبايل طول الوقت. احنا اتكلمنا او بنتكلم حاليا على السلبيات، فخلينا نكمل سلبيات وهقول لك الايجابيات اللي من ضمنها ده جدا جدا. من السلبيات كمان الشك والمراقبه على الفيسبوك. يعني في ستات كتير جدا بتشوف انه اجوازها او العكس بتحصل، اللي هو احد الشريكين منخرط تماما على السوشيال ميديا، عنده اصدقاء كتير وفي حاله من خلينا نقول ايه التغييب في البيت، مغيب لصالح الفيسبوك وصالح الواتساب او وسائل التواصل ايا كانت الوسيله، فابتدت تشك فيه وابتدت تدور وراه. احنا قلنا العكس كمان، لان ممكن الزوج يشوف ده يعني او يشوف العلامات دي على زوجته فيبتدي يشك فيها، فده يعمل مشاكل. وفي كمان ازواج بتتزايد، يعني ايه بتتزايد؟ بتطلب للاسف في البرامج اللي هي بتخترق الواتساب او تخترق الفيسبوك وتخترق الانستجرام. ده اسمه تجسس، طبعا احنا عندنا في الدين لا تجسسوا، ده حقيقي بس ده للاسف حرام اكيد. وانا عايزه اقول برضو حاجه، اللي بيدور بيلاقي، يعني اي شخص سواء زوج زوجه او حتى الاهالي بتدور، طب يعني اللي بيدور لازم يلاقي، ممكن ما يلاقيش خيانه ولكن ممكن يلاقي شيء يضايقه. يعني لو الزوج دور مثلا على الواتساب وفتح الواتساب بتاع زوجته ولقاها مثلا بتفضفض مع صاحبتها او والدتها بتقول مثلا اي شيء هو اعتبره سر من الاسرار، هيعمل مشكله وخناقه. ف يعني امتى اعتبر البنت او الست مدمنه سوشيال ميديا؟ يعني بتقعد زمن قد ايه كده تعتبر مدمنه؟ فترة قد ايه؟ لو حسبناها بالساعة، مش هنحسبها بالساعة، ولكن انا هشوف البنت دي بتقعد قد ايه والمهام عندها قد ايه. يعني ما ينفعش طبعا ان انا الاقي البنت او الولد قاعد 24 ساعة على الواتساب او الفيسبوك او الانستجرام او بتعمل تيك توك بشكل مستمر مثلا، 10 ساعات من حياتها رايحة على القصة دي او 10 ساعات من حياته رايحة على القصة دي. في نسبة وتناسب، خلصت مهامي الاساسية، مهامي الحياتية، عملت اللي عليا، ممكن ساعة ساعتين أخصصهم على السوشيال ميديا. بس مين بيعمل ده؟ بتلاقي السوشيال ميديا بتاخد الشخص نفسه، ومش وسيلة واحدة. يعني دخل فيسبوك خلاص فيسبوك بيدخل على الانستجرام، دخل الانستجرام بيخلص يدخل على الواتساب. عايزة أعرف منك الاستخدامات اللي نقدر نقول عليها استخدام سيء للسوشيال ميديا ممكن المرأة تعملها. طيب زي ما قلتي في اول حلقه، التعارف مع الغرباء، مع غرباء التواصل الاجتماعي، ده بيمثل خطر وخطر محقق. صح، ليه؟ لانه اي غريب انا ما اعرفش عباره نواياه ايه، هويته ايه اصلا، لانه كتير جدا بنلاقي ناس مش هم الحقيقيين حتى لو حطوا صورهم على فكره، مظبوط، لكن مش الشخصيه اللي انا متخيلاه.
يعني ممكن اقول معلومات اللي انا عايزاها بالظبط، معلومات كاذبه، صور كاذبه، كل حاجه كاذبه. دي حقيقه. كونت وجهه نظر بناء على ايه؟ بناء على معطياته هو، معطيات الاخر قد تكون كاذبه، قد كمان يعمل ايه يعني، خلينا نقول هو او هي، احنا بنتكلم الاثنين، بيجمل نفسه او بتجمل نفسها. يعني الفلاتر اللي احنا بنشوفها خلاص بقى استخداماتها كتير بالنسبه للولد والبنت كمان. يعني الولد بيحط فلاتر برضو، ابتدينا نلاقي في ناس كتير جدا تستخدم الفلاتر. ليه؟ فاكره لا اكذب ولكني اتجمل، عايز يجمل نفسه وهي تتجمل نفسها. انا بتكلم حتى من الناحيه الشكليه، مبالك الشخصيه، التعارف مع الغرباء دي من مساوئ السوشيال ميديا. مش المفروض الست او البنت او حتى الراجل اتكلم مع اي حد اقبل اطراء او اعجاب او سؤال اجاوب عليه مع ممكن تكون ست وهو في الحقيقه راجل. بالظبط. يعني وسائل التواصل خادعه. بالزبط. ما ننخدعش ان في ناس كتير قالك انا اتجوزت عن طريق السوشيال ميديا، انا اتعرفت على مراتي عن طريق السوشيال ميديا. اسمحي لي، انا ليا وجهه نظر في التعارف عن طريق السوشيال ميديا. تمام. السوشيال ميديا وسيله من وسائل التعارف. زي ايه؟ زي الخطبه زمان، فبعتبر السوشيال ميديا هي خطبه العصر. تعرفنا على بعض عن طريق الجيران، كنا جيران او اصدقاء او اصدقاء عمل او زملاء عمل او جواز صالونات او عن طريق السوشيال ميديا. كل دي ما هي الا طرق للتعارف. الطرق دي لا تضمن لا فشل جوازه ولا نجاح الجوازه. الفكره في ايه؟ الفكره لو انا اتعرفت على شخص معين وقلنا ايا كان وسيله التعارف، لازم ادي نفسي مساحه ووقت كافي جدا لان انا اعرف الشخصيه دي، لان ممكن جدا يكون قريب لكن انا اعرفه في نطاق القرابه ولكن مش في اطار انه خطيبي او جوزي. ادي نفسي المساحه والفرصه ان انا اعرفه كويس. ايه المحك؟ ايه كمان ايه المحك او ايه اللي او ايه الفيصل في نجاح وفشل الجوازات كمان؟ انا بعمل ايه جوه الجوازه دي؟ مزبوط. يعني هل بادي ما عليا من حقوق وواجبات للطرف الاخر ولا لا؟ عارفه دوري وهو عارف دوره ولا لا؟ المسؤوليات، ايه مسؤوليتي وايه مسؤوليته وحدودي وحدوده، لان حتى للزوجين حدود. مش معنى انه زوجين مستباحين لبعض، لانه حتى للزوجين في اسرار. تمام. يبقى احنا دلوقتي بس اسمحي لي بس عشان فكره الاسرار دي ممكن تضايق البعض. أيوة. عايزه اوضح يعني ايه اسرار. اسرار اهلي واسرار اصدقائي انا مؤتمنه عليها بحكم ان انا فرد في العيله دي او بحكم ان انا صديقه للصديقه دي. ما ينفعش الزوج او ما ينفعش الزوجه، لان في زوجات تطلب من الزوج ان لازم اعرف اسرار عيلتك. ما ينفعش. مظبوط. لان هو كمان مؤتمن على اسرار عيلته. ويهمني كمان يا دكتور ان ما اقولش اسراري مش في فكره الجواز، في السوشيال ميديا. مش بالزبط. اي حد اتعرف عليه وحصل ان انا ابتديت اتحاور معاه واتكلم معاه ابوح باسراري، ابعت صوري. انا سعيده، مشكلات كبيره. انا سعيده جدا لانك اثرتي نقطه مهمه جدا جدا. ليه انا بقول ده؟ ليه الانسان سواء راجل او ست بيبوحوا باسرارهم لغرباء؟ عارفه فكره القطر؟ ماشي في اتجاه واحد. الاثنين، لا الاثنين راكبين قطر. انا عارفه ان انا هنزل في محطه وهو هينزل في محطه، لا انا عارفاه ولا هو يعرفني، لكن انا اتفاجئت ان انا بحكي له كل حاجه. اللي مضايقني بفضفض بقول، لان هو غريب عني ما يعرفنيش، مش هتكسف بعد كده، مش هشوفه بعد كده. تمام. لكن القريب هشوفه بعد كده، فاي حاجه ممكن احكيها له. تعالي بقى الغريب اللي على السوشيال ميديا، هو ما يعرفنيش، انا بتكلم من وراء حاجز. هايل. ده هقف عند النقطه دي. يبقى انا دلوقتي في السوشيال ميديا ممكن تكون استدرجت ستات بنات لتعارف مع ناس ما تعرفهمش. ده بيمثل خطر داهم، لانه قد او مش قد، هو الاكيد انه يساء استخدام واستغلال العلاقه والحوار، لانه كتير شفنا كمان حوادث وتم الاعلان عنها. ومبسوطه ان هو كمان تم الاعلان عنها للتنبيه على البنات والسيدات، لانه ممكن جدا تستغل الشتات سكرين شوت. مظبوط. وتم تهديدها او صور او فيديوز. مظبوط. فبيتم ابتزازهم ماديا او جسديا. دكتور عايز اقول لك ان امتى بيحصل حالات عنف بسبب ادمان السوشيال ميديا؟ يعني ساعات بلاقي الطفل بالذات الاطفال او الست لما تلاقي ان قعدت ساعات طويله على السوشيال ميديا، بتاخدي منه الكمبيوتر او بتاخدي منه الموبايل، مش عايز يذاكر، يصوت،
مش عايز يبقى متواصل مع مامته وبابا يقعدوا مع بعض في مكان، رافض ان الست ساعات في زياره. انا بشوف ستات بتبقى، انت بتقولي بتدور على اهتمام، ساعات الناس بتبقى في عزومه تلاقي ستات ماسكه الموبايل وبتتواصل، لما انت في تواصل اجتماعي وقاعده في جلسه عامه سايبه القعده وسايبه العزومه وماسكه الموبايل بتشات مع ناس تانية ومع تواصل حد ممكن في بلد تاني او حد مش موجود معاها في القعده. دكتوره شيماء بتقولي افكار رائعه جدا جدا. منها الولاد اللي بتدخلي على 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 ابنك او بنتك، خصوصا الاولاد بتلاقيهم مركزين جدا جدا على لعبه معينه، ولو حتى مريتي قصاد الولد ده وضاع منه ثانية لثانية كده بيبتدي ينفعل جدا جدا، بيحصله توحد مع اللعبة دي وهو بيلعب مع آخرين. عندنا حاجة اسمها ثقافة فرعية. الثقافة الفرعية ان انا بنتمي لناس ثقافتهم شبهي، يعني عندنا مثلا ايه، في ثقافة مثلا المطلقات بيكونوا ثقافة فرعية خاصة بيهم، يعني ايه، اهتماماتهم واحدة، افكارهم واحدة، طريقة حياتهم واحدة، فثقافتهم واحدة، فبيكونوا مجتمع، تلاقي خروجاتهم مع بعض، تليفوناتهم على طول، لانه نفس الكلام بنفس الظروف. كويس. طيب خلينا نقول برضو ناخد الفكره دي على الولاد. هو بالنسبه للولد هيعمل ايه؟ هخرج بره اعمل ايه؟ انا قاعد مع ثقافتي الفرعيه الخاصه بيا وولاد شبهي، اهتمامنا واحد، بنهتم باللعبه ومركز قوي فيها. كويس. فبقصد انه طبعا ده بيأثر على علاقات الناس الاجتماعيه، ما بنعملش علاقه اجتماعيه سويه مع لازم الام أو الاب والاخوات يبذلوا مجهود ان هم يرجعوا التواصل. يعني انا بلاقي ساعات الاسره احنا قاعدين مع بعض في اوضه واحده بس كل واحد ماسك الموبايل. يعني اسمحيلي انت هنتكلم، لما اطلب ده من ابني لازم انا اكون الاول بعمل ده. هو اعتقد كمان يا دكتور انا اكون اول بعمل، لازم اقدم له اغراء، لازم اقدم له البديل اللي يكون عنده اغراء كافي. صح. عشان احنا نقدر كأم وكبنوتة قاعدة مع أسرتها يبقى نرجع فكرة التواصل والحياة المشتركة والحوار. صح. والتقارب ما بينهم وبين بعض. مش هبقى أنا قاعدة مع مامتي في الأوضة أو الست قاعدة مع جوزها والتواصل شغال مع صديقتها أو قريبتها اللي في دولة تانية عن طريق السوشيال ميديا. الفكرة دي رائعة جدا. إيه البديل؟ يعني السوشيال ميديا بتقدم لي نماذج مبهرة وبيهتموا بيا وبيعجبوا بآرائي وبيعجبوا بالبوستات وانا ببين احسن ما عندي فبتاخدني. البديل فكره رائعه جدا، لازم ايجاد البديل، يعني الزوجه توجد بديل للزوج اللي مغيب نفسه وقاعد على وسائل التواصل الاجتماعي. نلعب العاب هو مشتركه، هو كمان كزوج نلعب كوتشينه زي زمان، نلعب شطرنج، نلعب دومينو. صحيح. نشغل فيلم، نتكلم، نشغل فيلم على المنصات. احنا عندنا مشكله اساسيه في الكلام، في الحوار ما بيني وما بين عيلتي، ما بين اسرتي الكبيره او الصغيره. يعني عايزه بس اللي بيشوفونا كده يقولوا لنا، هل انتوا بتقعدوا كعيله او كاسره صغيره بتجمعوا بعض بتقعدوا تتكلموا، كل واحد فيكم بيطرح موضوع او بيقول مشكله وبتتناقشوا فيها؟ ده مش كتير خالص. كل واحد او خلينا نقول معظم الناس، مش عايزين نعمم، مفيش تعميم في الحالات الانسانيه في العلاقات الانسانيه، ولكن معظم الناس كده، معظم الناس كل واحد عايش لوحده مغترب في بيته. تمام. فدي من سلبيات السوشيال ميديا، الاغتراب، حاله الاغتراب اللي بقت فيها كل افراد الاسره سواء اب ام اولاد. مظبوط. يبقى احنا اتكلمنا على التعارف بالغرباء، ان ازاي ممكن اتعرض لمشكلات وافشاء اسرار او كلمة احد من ورا بوابة انا ما اعرفش هو. صحيح. مين ممكن تكون ست بس في الحقيقة هو راجل وحاطط صورة ست، ده حقيقي. وكلمنا عن الشك كمان، الشك. صحيح. وكلمنا عن التباعد الاسري بين الاولاد وامهم او الست وزوجها، اتكلمنا عن العزلة، اتكلمنا عن ممكن ده يعرض ده الست لتهديدات. عايزين نقول في حاجة كمان سلبية من سلبيات السوشيال ميديا اللي كلنا ابتدينا نشوفها وخصوصا على تيك توك للأسف، علشان ناخد بعض الأموال ابتدينا نشوف نماذج لا من ديننا ولا من أخلاقنا ولا من عاداتنا وتقاليدنا، نماذج مصفة جدا جدا، وإحنا كده بنصدر صورة للأسف سلبية جدا عن حياتنا وعن مجتمعنا. ده مش مجتمعنا ودي مش حياتنا أصلا. لقينا إنه في سيدات للأسف، في بنات طبعا، في رجاله كما بيطلعوا يعملوا كده، بس خلينا نركز على البنت وعلى الست وعلى فكره الحياء وعلى فكره الدين وفكره الحفاظ على النفس والجسد. للاسف ابتدينا نشوف انه في نماذج صعبه بتطلع على التيك توك عشان دعم مادي او عشان فلوس. مظبوط.
مظبوط. طيب احنا دلوقتي عايزين نقول حاجه منيره شويه، ان السوشيال ميديا يا جماعه ليها اطباء دلوقتي، في دكاتره في السوشيال ميديا، بقت مجال وبوابه كبيره قوي للثقافه، بقى في مدرسين، يعني انا ولادي ساعات بيقف قدامهم درس او حاجه للاستغناء عن الدروس الخصوصيه بكل اللغات، في مدرسين بيشرحوا كل المواد، في مدرسين السوشيال ميديا، في مستشارين اجتماعيين السوشيال ميديا، دكتوره شيماء، طباخين السوشيال ميديا. معاكي جدا، ولكن مع تحفظ. ايه التحفظ؟ انا مع طبعا التكنولوجي، وانه السوشيال ميديا تساعد كمان او تقدم معلومه مجانيه طبعا، ولكن لازم انا اتحرى المعلومه دي باخدها من مين، لانه في ناس مدعين هما مش متخصصين ولكن مدعين، فانا اتحرى الدقه، انا باخد المعلومه من مين، لانه لو انا خدتها من شخص غير متخصص انا مشكلتي مش هتتحل، ده بالعكس، ده هي هتزيد المشكله تعقيد. لا احنا بنتكلم على الدكاتره المتخصصين اللي عاملين المعروفين. قنوات المعروفين، بس المعروفين عاملين بوابات وعاملين قنوات بيقدموا استشارات، بس طبعا ده لا يغني عن حد يعني اقابله فيس تو فيس، بيبقى افضل، لازم، لان في كشوفات طبيه معينه في طبعا تحاليل وفي حاجات كتير، في ناس بتقدم اعمال يدويه، في ناس بتقدم تعليم اعمال فنيه، في ناس بتقدم وصف طه وطبخات طبخ، وبتقدم شيفات ستات ورجاله، وفتحت باب شغل كمان للسيدات، اللي احنا بنتكلم على السيدات وتمكين المراه، فتحت باب رزق كتير من السيدات، كتير عايزين يحسنوا دخلهم ويساعدوا ازواجهم، مظبوط، او يستقلوا او يعلموا اولادهم، بقصد ان او حتى ينموا شخصياتهم، مظبوط. فدي من مزايا الحقيقه السوشيال، اشوف الموضه، اشوف الجديد، اتعلم سلوكيات ايجابيه، في توجيه سلوكي وتوجيه اسري، ناس على مستوى عامله قنوات، ممكن الست تطور من نفسها، تتعلم حرفه، تتعلم الرسم، تتعلم تطريز الخياطه، تسمع، تتعلم ولادها دروس خصوصيه من اليوتيوب، في مدرسين بالانجلش وبالفرنش وبالالماني وبالعربي، كل دي حاجات ايجابيه بقى للسوشيال ميديا. نقطه تطوير الذات دي بس عايزين نسترس عليها شويه، لان تطوير الذات مش بس علشان ذاتي، عشان الاخرين المحيطين بيا كمان، يعني اولا لازم كلنا نسعى لتطوير ذاتنا، رجال وسيدات. هرجع معاكي تاني للسلبيات، امتى نقول ان الشخصيه دي محتاجه لعلاج من ادمان السوشيال ميديا؟ لما بصي اي حاجه في الدنيا بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها وبتتحكم في حياتي، لما السوشيال ميديا يبقى ليها اثر سلبي عليا، يعني ايه؟ يبقى عملت لي ارق وقلق واضطرابات نوم، لان انا باخد من وقت نومي وراحتي، ابتديت اكون اكثر عصبيه، فالعصبيه دي انعكست على البيت والولاد والزوج، ابتديت اكون مراقبه اكتر من اللازم، انا عايزه اراقب هذا الزوج او هو عايز يراقب هذه الزوج، فخلاص ركزت كل اهتمامها في المراقبه على السوشيال ميديا، مين عمل له لايك ومين عمل له لاف ومين عمل له، ومراقبه الناس، بشوف اصحابي وعيلتي واعرف ده قال ايه وده نزل ايه وده اخباره ايه. دكتوره شيماء، فكره المقارنه على السوشيال ميديا برضو من السلبيات التي لن نغفلها. تمام، احنا معانا مداخله هاتفيه، استاذه هبه من الجيزه، اهلا بيكي. اهلا بيكي، صباح الفل عليكم. انا بس كنت عايزه اشارككم قصه نجاحي. ايوه، احنا عايزين نعرف قصتك مع السوشيال ميديا يا استاذه هبه. تمام، انا اسمي هبه، عندي 25 سنه. انا استغليت السوشيال ميديا بطريقه ايجابيه. انا اكبر اخواتي من 5 سنين، والدي توفى وانا ماليش اخوات ولاد، واحنا ناس على قد حالنا، ما كانش معانا اي فلوس كفايه تكون معانا، فقررت انا ومامي او انا والدتي نعمل مشروع اكل بيتي. حلو قوي. اتفقنا مع شركه شحن. حضرتك سامعاني؟ معاكي. ايوه، بتقدموا اكل بيتي واتفقتوا مع شركه شحن. واتفقنا مع شركه شحن للتوصيل للبيوت. حلو قوي. وبدانا نسوق لنفسنا على الفيسبوك والتيك توك. هايل. وكمان بدات اصور الاكل اللي انا بعمله، يعني حلو، عارفه، بقيت بصور مثلا في المطبخ، بره، جوه، في اي مكان انا بعمل فيه اكل، بره البيت، في الجاردن، في المطبخ، وبدات انزل الصور للاكل اللي احنا بنعمله. الحمد لله بيجي لنا اوردرات كتير جدا، وبدات اصرف على اخواتي البنات وخليهم يكملوا تعليم، وبقينا باحسن حال الحمد لله، دنيتنا اتغيرت. برافو عليكي يا استاذه، انت من النماذج المشرفه حقيقي جدا، واستعملت السوشيال ميديا بشكل ايجابي، فتحت مشروع وكسبت وبقى ليها حريه الدخل وحققت نفسها وامها، كمان طورت في نفسها وطورت شويه.
برافو عليكي يا استاذه هبه، بهنيكي ومبروك عليكي انت وماما، وربنا يوفقكم ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. استاذه هبه هو نموذج ايجابي للسوشيال ميديا مش نموذج سلبي، استفادت من التواصل الاجتماعي. الستات رائعه جدا جدا، لما بتعوز تعمل حاجه وبتنتهج نهج معين بتنتهجه صح، دي ستات المشرفه، دي ستات مصر فعلا. ودي هتلاقيها بتقعد ساعات طويله بتراقب البوابه بتاعتها، بتشوف الكومنتات، بتشوف الاوردرات، وبتشوف الاخرين كمان، يعني ممكن تاخد فكره من اخرين، من السوشيال، الاخرين المنافسين في المجال بتاعها، تستخدم السوشيال ميديا صح استخدام ساعات طويله حسن. بس ساعات ايجابيه صحيح. لان ده بيزنس ومشروع حقيقي، نموذج حلو قوي. احنا قدمنا هنا في ورا كل باب، في منها كتير كمان، قدمنا في ورا كل باب ستات كتير بيستعملوا السوشيال ميديا لتسويق البيزنس بتاعهم فروم هوم، تسويق البيزنس بتاعهم، بيعملوا مشروعات من المنزل في الاعمال اليدويه وفي الخياطه وفي التطريز، وناس كتير بتستعمل بوابات التسويق، بتعمل بوابه خاصه بيها، وبتستعمل جروبات التسويق على الفيسبوك يشتركوا فيها وينزلوا منتجاتهم. حقيقي في ستات كتير قوي من هي بيستعملوا السوشيال ميديا لساعات بس الشغل واستعمال ايجابي والتطوير نفسها وايجاد دخل لنفسها. فيعني السوشيال ميديا اداه زي اي اداه في الدنيا، ممكن جدا الاداه دي استخدمها استخدام سيء، وممكن جدا نفس الاداه استخدمها استخدام يعتمد حسن على جدا. المحتوى، في كتير صناع محتوى يا دكتور بيقدموا حاجات جميله جدا ومفيده جدا، تقدر حتى المحتوى الكوميدي وسيله من وسائل الترفيه جميله. اقول لك حاجه كمان، يعني السوشيال ميديا كمان خرجت لنا ممثلين صحيح ومطربين، البلوجرز، البلوجرز ابتدوا دلوقتي يشتهروا، والناس تعاقد معاهم في تمثيل وفي برامج اعلانات وفي غنى كمان، يعني في يعني مطربات ومطربين ابتدوا الاول سوشيال ميديا لانه ما كانش في منصه يروحوها، لانه كل شيء طبعا لازم يعني في سبونسر او كده، فابتدوا السوشيال ميديا. تمام، احنا معانا مداخله هاتفيه، استاذه سهير من القاهره اهلا بيكي. صباح الخير، اهلا وسهلا، انت معانا في ورا كل باب وعايزين نعرف تجربتك مع السوشيال ميديا. والله انا تجربتي، انا عندي 35 سنه. ايوه انا متجوزه من 7 سنين. تمام كان عن قصه حب يعني. حلو. فجوزي يعني كان من نوع لما كنا مخطوبين كان يهتم بيا وكده، يعني واخدين بعض عن قصه حب، بس الحقيقه هو يعني بعد فتره دلوقتي بقى يعني 24 ساعه ماسك الموبايل. ما بيروحش شغله؟ لا يعني هو لا في البيت 24 ساعه في الشغل ماسك الموبايل، يا بيتفرج على افلام يا بيتفرج على حاجات على الموبايل. يعني ما بيتكلمش معايا خالص، بقى كل اهتمامه هو ماسك الموبايل يشوف اي حاجه في الموبايل. كنا من شويه بنتكلم عن فكره البديل، حاولت معاه كذا مره ان انا اقول له ان هو يعني يشاركني حتى في الحياه، يعني في اي حاجه في البيت، انا عندي ولدين وبنت. تمام. فبحتاج ان هو مثلا يشاركني في الراي في تربيه الولاد كده، بس هو مش مهتم خالص، يعني اي حاجه خلاص بقى اتصرفي انت، اعملي انت، شوفي انت. عايزه اسالك بس سؤال، ادمان للسوشيال ميديا، ادمان، وما حاولتيش ان انت تتصدي للموضوع ده من الاول؟ يعني من الاول لو كنت لفتي نظره لا اقعد معانا شويه كفايه كده، انت واضح انك سبتيه الاول فتره طويله على اساس ان هو ممكن ياخد باله من نفسه، بس هو الحكايه امتدت معاه وبقى مدمن سوشيال ميديا. يعني انا الاول ما كنتش بلاحظ ان هو عنده الادمان ده، كان عادي يعني ممكن يمسك الموبايل، فلا بدات الاحظ ان هو بقى كل اهتمامه في ان هو يمسك الموبايل يشوف اي حاجه، يتفرج على، يشوف اخبار، يشوف ماتشات، خلاص بقى كل اهتمامه اول ما يرجع من الشغل هو الموبايل ومنفصل عنك. انا بس عايزه اسالها دكتور عزه، ليها سؤال معاكي، اتفضلي يا دكتور عزه. عايزه بس اسالك سؤال، لما هو بيروح للسوشيال ميديا وانت بتشوفي ان هو بيروح للسوشيال ميديا، انت حاولتي، احنا كنا من شويه بنتكلم على فكره البديل، انا دكتوره شيماء، حاولتي تقدمي البديل؟ يعني بقصد هل في مثلا حوار، حاولتي تفتحي حوار غير مشاكل الاولاد او مشاكل الحياه؟ طبعا انا بحاول ان انا افتح حوار حتى اقعد افكره، يعني فاكر لما كنا نقعد نتكلم مع بعض. برافو. يعني حتى الرومانسيه دي ما تقريبا بقت ملغيه يعني. طب احنا يعني لسه كنا بنتكلم عن حلول، ان احنا لازم نعمل بدايل، حاجات مشتركه نعملها مع بعض. ما انا عاوزه، انا بتصل اصلا. أيوة. على التنفيذ اعرف من الدكتور يعني انا اعمل ايه عشان اخليه يرجع زي الاول. ممكن تعمل حاجات مشتركه معاه زي ما قلنا. طب هقول لك حالا، بقى كل اهتمامه بس للموبايل. هقول لك حالا، اتفضلي يا دكتور. يعني ممكن تلعبوا حاجه مشتركه مع بعض، كوتشينه، طاوله، تقولي اشتغل، نشغل فيلم او مسلسل على منصه نتفرج عليه مع بعض، حاجه كده. خلينا نتفق انه في حاجات ممكن تتعمل كمشاركه جوه البيت وممكن بره البيت كمان. يعني الحاجات اللي بنعملها سوا
تنصحيها بايه يا الحاجات دكتور؟ الحاجات اللي تجربها الحاجات يا شروق اللي بنعملها سوا طول الوقت هي دي اللي بتطول عمر الجوازات بصحه. يعني طول الوقت بنشتري حاجات سوا، طول الوقت بنتكلم سوا، طول الوقت بنجيب حاجات، طول الوقت ممكن نعمل رياضه سوا، طول الوقت بنقرا سوا، طول الوقت بنتفرج على التلفزيون سوا. فكره السوا دي فكره رائعه جدا. يعني زمان كنا سوا، ليه كنا سوا؟ لانه ما كانش فيه سوشيال ميديا، وكان حتى لسه التلفزيون يا دكتور مرحلة الاولى بيتعرف عليها، كنا لسه في انتباه ليها. هي دلوقتي معاها 3 اولاد، فممكن الست غصب عنها الاولاد محتاجينها وتفاصيلهم كتير، الانتباه انسحب ومبقاش فيه لسه عرفها خلاص، لازم يبقى فيه يشتركوا الاثنين كمان في تربيه الاولاد. يعني بقصد يعني حتى فكره السوا دي تمتد كمان لتربيه الاولاد. يعني انا كمان اشارك هذا الزوج لو في مثلا مشوار دكتور، لازم الزوج يكون موجود ومشارك، ما ينفعش يتغيب. في مشوار للمدرسه كمان، في حاجه مهمه في المدرسه لازم الزوج يروح ويجي، لازم الزوج يكون مشارك. لكن ان انا اغيب الزوج او اسيبه يغيب نفسه دي مشكله. وما ينفعش هي تشتغل على 3 اطفال في البيت، احتياجاتهم وطلباتهم وتربيتهم، وهو قاعد ماسك الموبايل او الكمبيوتر طول الوقت. دي حاجه، وما ينفعش كمان اصدر مشاكل طول الوقت. لازم مزبوط. الحديث يكون جذاب للطرفين. يعني ما ينفعش الحديث يكون عباره عن مشاكل، ما ينفعش الحديث يكون فقط عباره عن طلبات، انا عايزه كذا او وفر كذا. انا هاخد منك كلمه جذاب، واسمحي لي اقول لكل هي اللي عندها بنت او عندها اولاد عايزه تاخدهم وتستردهم من وسائل التواصل، عندها زوج عايزه تسترده من القعده الطويله على وسائل التواصل، لازم يكون عندك امور جذابه، حديث جذاب، القعده بتاعتك لطيفه جذابه، بديل بتاعك بديل مهم، ممكن نشترك في مشاهده اعمال دراميه او سينما او افلام مع بعض، ممكن نلعب العاب مشتركه مع بعض، الالعاب اللي احنا عارفينها كلنا، ممكن نقوم بزياره عائليه مع بعض، ممكن نخرج لمكان عام، مكان جديد، ما نكررش الاماكن، صح يا دكتور؟ حقيقي طبعا، نروح طبعاً. عشان ده يبقى يصير اهتمام الاولاد ويصير اهتمام الزوج، نعمل تجارب جديده مع بعض واماكن جديده مع بعض زي الخطوبه. بس نعمل ده يا دكتور شيماء بنفس. في ناس ما بتعملش، بتعمل ده بس مش بنفس. الطرف الاخر بيحس اذا كان هو قاعد غصب عنه ولا قاعد بنفس، بيتكلم غصب عنه ولا بيتكلم بنفس. لا طبعا لازم يكون بنفس، ولازم اتعب نفسي ادور على اماكن خروج جديده، انشطه جديده، ابذل مجهود للاخر بالزبط. ابذل مجهود اسمع له، ابذل مجهود اشاركه، سواء طبعا زوج او زوجه، واتكلم او اتكلم في موضوعات جذابه، مش موضوعات فيها شكوى او فيها تانيب او فيها ملامه، لوم وعتاب كتير. اللوم والعتاب الكتير بينفر الاخر. او اتكلم في مشكلات، كل دي وسائل تخلي الست ان شاء الله تسترد التواصل الاجتماعي ونرجع كده. اسره سعيده، والست ما تهملش شغلها بالتواصل الاجتماعي، ما تهملش اسرتها، ما تهملش جوزها، كذلك الست ازاي تسترد حياتها اكتر والتواصل الاسري اكتر، مش هتواصل مع الناس بره وسايبه الاسره، بتجديد الحياه بالزبط. بتجديد الافكار، بتجديد الخروجات. بشكرك يا دكتور عزة، ألف شكر، شرفتيني ونورتيني. شكرا دكتور شيماء، واتكلمنا في موضوع مهم، موضوع حديث وموضوع آني، واستفدنا منك جدا جدا. شكرا قوي.